الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تكونوا بصحة وعافية، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الإسلام. هذا البرنامج الذي نتناول فيه سير الأعلام وندرس فيه بعض المواقف التاريخية، وفعلا صدق من قال إن من لم يعرف تاريخه لم يفهم واقعه. يعني إذا أردت أن تفهم الواقع جيدا فلا بد أن تعرف تاريخك جيدا. لماذا؟ لأن لله سبحانه وتعالى سنن في هذا الكون، هذه السنن التي يسمونها بالسنن الكونية. السنن الكونية لا تتغير ولا تتبدل من قديم الزمان، وسنة الله تعالى في كونه كما هي، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلذلك الإنسان الذي يدرس التاريخ جيدا لا شك أنه يفهم الواقع جيدا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قص في القرآن قصصا كثيرا، وقد ذكر أهل العلم أن هذا التاريخ وهذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدة أغراض. من هذه الأغراض تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه الآية تثبت أن الله سبحانه وتعالى قص القصص على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفه تاريخ الأنبياء السابقين من أجل أن يثبت بذلك فؤاده. ولذلك قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: الحكايات جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله تعالى بها قلوب المؤمنين. وكذلك يقول مولانا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحكايات عن الصالحين أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم. وهذا غرض ثاني من أغراض معرفة التاريخ وسير أعلام الإسلام، وذلك لأنها تشتمل على آداب القوم وأخلاقهم وعلومهم ومعارفهم. ثم إن المواقف الكثيرة التي تعرضوا لها وكانت سببا في أن يتكلموا ببعض الكلمات أو يفعلوا بعض المواقف التي كانت لهم فيها كلمات جريئة، كل ذلك تعرفنا عليه يؤدي بنا في النهاية إلى إدراك واقعنا وفهمه بعد فهم التاريخ ودراسته دراسة متأنية. فلذلك أهل العلم يقولون إن دراسة التاريخ ومعرفة سير أعلام الإسلام هي من فروض الكفاية. يعني لو لم يكن في الأمة من يعرف هذه السير وهذا التاريخ أثمت الأمة، لأنه يستنبط منها علوم ومعارف وأمور متعددة لصالح الأمة ولصالح الحضارة الإسلامية. وفي عندنا في أيامنا أو في زماننا هذا بعض كلمات انتشرت في زماننا هذا وقبل زماننا أيضا يتكلم بها الناس، هي من كلام أعلام الإسلام، هي من كلام رجال تقدموا في هذه الأمة ولكن لا يعلم أحد بهم شيئا ولم يسمع أحد عنهم شيئا. وذلك لأن الناس شغلوا عن قراءة التاريخ والنظر في سير أعلام الإسلام. يعني مثلا كلنا سمعنا المثل اللي بيقول لكل جواد كبوة. لما تسمع إن واحد يعني راجل كويس ومحترم لكن غلط غلطة، الناس كلها تقول إيه؟ لكل جواد كبوة أو لكل فرس كبوة. لكل فرس كبوة
دي كلمة ثارت مثلا من الأمثال. من الذي قال هذه الكلمة؟ كثير منا لا يعرف من الذي قال هذه الكلمة اللي احنا بعد كده زدنا عليها وقلنا ولكل عالم زلة. أصل المثل لكل فارس كبوة، ولكل جواد نبوة، ولكل شجاع هفوة. أصل هذه الكلمات هي مثل تكلم به رجل ضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة. هو ما كانش من العلماء وما كانش من العباد، إنما هو كان من أعلام هذه الأمة في الفصاحة والبيان، لدرجة أن الناس يضربون به المثل فيقولوا مثلا إيه، فلان أفصح من ابن القرية. ابن القرية اسم تقيل شوية، هي القرية دي أمه وهو نسب إليها، إنما هو اسمه أيوب ابن يزيد النمري. أيوب ابن يزيد النمري اللي هو يقال له ابن القرية، والقرية دي أمه وهو نسب إليها، ضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والبيان، ويتكلم الكلام الدقيق مع أنه كان رجلا أعرابيا وكان أميا. وده سبحان الله من عجائب صنع الله في خلقه. ماذا حصل مع ابن القرية وماذا نعرف عنه ولماذا تكلم بهذه الكلمات التي ثارت مثلا؟ هذا سيجرنا الآن إلى معرفة موقعة تاريخية كبيرة حصلت في الأمة الإسلامية، نتعرف عليها إن شاء الله تعالى مع المزيد من أخبار ابن القرية، ولكن اسمحوا لي بفاصل قصير. مرحبا بكم من جديد. احنا كنا تكلمنا عن أعلام يعني كثيرين في الإسلام كانوا مضرب الأمثال. تكلمنا عن الأحنف بن قيس اللي هو مضرب المثل في الحلم فيقولون أحلم من أحنف. اتكلمنا عن إياس ابن معاوية المزني وهو من أذكى الأذكياء ويقولون أذكى من إياس. تكلمنا عن بعض القضاة وبعض الحكام وبعض الولاة وبعض اللغويين، كلهم كانوا مضرب الأمثال. ابن القرية أيضا كان مضرب الأمثال لكن في الفصاحة والبيان. في الحقيقة إن ابن القرية قصته مأساة. هو كان على علاقة بالحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج أنا تكلمت معكم عنه من قبل وذكرت لكم شيئا من أوصافه الردية. هذا رجل حقود كما قال عن نفسه، قال عن نفسه أنا حقود عنود شديد حديد لا رحمة في قلبه. ابن القرية كان من المقربين إلى الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكان الحجاج يرسله في بعض حاجاته، لدرجة أنه بيقولوا أن الحجاج أرسله في يوم من الأيام عشان يخطب له واحدة اسمها هند، فقال له اذهب إلى أهلها واخطبها لي ولا تزد على 3 كلمات. شوف ازاي بيحدد له عدد الكلمات التي يتكلم بها وهو يعلم أنه قادر على أن يعقد زواجا ب3 كلمات. فذهب ابن القرية إلى أهل هند هذه وقال لهم لقد جئتكم من عند من تعلمون، والأمير يعطيكم ما تسألون، أتنكحون أم تردون؟ فقط أتنكحون أم تردون، يعني تنكحون الأمير أم تردون ولا تريدون أن تنكحوه، توافقوا أم ترفضوا؟ قالوا بل أنكحنا وأنعمنا، يعني وافقنا. ثم حصل أن وقع خلاف بين الحجاج بن يوسف والزوجة اللي اتجوزها اللي اسمها هند، فأرسل إليها ابن القرية وقال له بقول لك يا ابن القرية أنا عايزك تروح وتطلقها وتقول لها أن أنا طلقتها بس في 2 كلمة بس، يعني هو جوزها له في 3 كلمات وعايزه يطلقه منها في 2. فابن القرية ده راجل مسكين يعني عبد المأمور زي ما بيقولوا، فراح للحجاج ابن لامرأة الحجاج ابن يوسف وقال لها كنت فبنتي، خلاص يعني كنت زوجة وبنتي الآن، يعني أنت الآن طالق، الأمير يقول لك كنت أي زوجة والآن بنتي، يعني خلاص
طلقت وهذه 10,000 يمتعك بها. فالست بصت له كده وقالت له ايه، الست برضو باين عليها فصيحة وذكية، قالت له ايه، قالت له كنا فما حمدنا وبنا فما ندمنا، والـ10,000 هدية لك لأنك بشرتني بطلاقي من الحجاج. وهكذا كان ابن القرية رسول الحجاج في بعض المواطن التي كان يأتمنه عليها، لغاية ما حصل في سنة 82 هجريا وقام بثورة كبيرة رجل يقال له عبد الرحمن ابن الأشعث. ابن الأشعث دخل مرة من المرات على الحجاج ابن يوسف، وبعدين الحجاج ما كانش طاي ابن الأشعث، ما بيحبوش، لدرجة ان ابن الأشعث لما خرج وكان الحجاج ابن يوسف جعل ابن الأشعث هذا أميرا على خراسان. الحجاج ابن يوسف بعد ما خرج من عنده الأشعث قال إيه؟ قال إن هذا الرجل كلما رأيته حدثتني نفسي أن أقطع عنقه. طب ليه وعمل لك إيه؟ مش عارف كده، هو تقيل على قلب الحجاج ابن يوسف. المهم الظاهر إن ابن الأشعث حاس بالحكاية دي، فلما طلع انتظر حتى خرج بعض الناس، ويقال ان اللي كان قاعد مع الحجاج ساعتها عامر الشعبي. فبيقول له بالله عليك يا عامر، الحجاج قال عني ايه بعد ما خرجت؟ قال له اقول لك بس استحلفك، انا بس هقول لك عشان تخلي بالك. قال له قول ولن اخبر احدا. قال ان هو كل لما يشوفك نفسه تحدثه ان يقطع عنقك. قال اه يبقى هو كده كده عايز يقطعها. المهم عبد الرحمن بن الأشعث قام بثورة كبيرة في خراسان على الحجاج ابن يوسف، وجمع القراء وجمع العباد وجمع الزهاد وجمع بعض العلماء، وقال لهم كلاما طويلا: أيها الناس، أترضون عن الحجاج هذا الفاسق الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعطل أحكام الله ويؤذي عباد الله ويفعل ويفعل ويفعل؟ فاجتمع حول عبد الرحمن بن الأشعث مجموعة كبيرة من العباد ومن الزهاد ومن العلماء ومن الصالحين، لأنه فعلا الحجاج ابن يوسف كان على هذه الأوصاف الخبيثة بل وأشد. عبد الرحمن بن الأشعث لما اجتمع بهؤلاء الناس واستقوى بهم طبعا أعلن الثورة على الحجاج ابن يوسف الثقفي. طيب الحجاج ساعة ما بلغوا الخبر يعمل إيه؟ يدور على الراجل الغلبان اللي كان بيبعته على طول ليقضي له مصالحه، عشان فصيح وبيتكلم كلام موجز وبيقدر يوصل المعلومة بسرعة. ودايما الإنسان لما يكون عنده رسالة عايز يوصلها بيختر لها رسول يكون قادر على إيصال الرسالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دايما لما يرسل رسول للملوك والأمراء كان يقول إيه؟ إذا أرسل أحدكم رسولا فليرسله حسن الاسم حسن الهيئة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اختار المهم الحجاج بن يوسف الثقفي، اختار ابن القرية حتى يرسله برسالة إلى عبد الرحمن ابن الأشعث. ماذا حصل مع ابن القرية عند ابن الأشعث؟ بعد الفاصل نتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم من جديد. ابن القرية الفصيح البليغ مضرب الأمثال في الفصاحة والبيان، الأعرابي ابن البادية الأمي ومع ذلك مضرب الأمثال في الفصاحة والبيان، ذهب إلى عبد الرحمن ابن الأشعث بأمر الحجاج ابن يوسف، قال له اذهب إليه وحاول تخليه يرجع عن ما قام به ويندم على ما فعله وله الأمان. فلما ذهب ابن القرية إلى عبد الرحمن بن الأشعث قال له إن الأمير أرسلني ليحذرك مغبة فعلك. فقال له يا ابن القرية، وأنت أيضا تطاوع الحجاج بن يوسف، هذا الرجل الذي فيه كذا وكذا، وعدد من أوصاف الحجاج كثيرا من المساوئ. فقال له ماذا أفعل؟ قال اتركه وهو عما قليل مقتول، يعني قريب احنا هنقتل الحجاج ولاننا قمنا بثورة عليه كما تعلم، فاتركه وابقى معنا. فما زال الأشعث بابن القرية حتى أقنعه
أن يبقى معه ضد الحجاج ابن يوسف. مش بس كده، ده عبد الرحمن ابن الأشعث قال له يلا بقى اكتب لنا كده رسالة، أملي على الكاتب رسالة من كلامك البليغ الفصيح نحذر فيه الحجاج وننذره بأننا أعددنا له حربا وقتالا. قال له أنا إن الحجاج رجل ذكي وهو يعرف ألفاظي جيدا، فإذا كتبت شيئا له أو كتبت أنت شيئا له من ألفاظي عرف. فقال له وماذا يعنينا إذا عرف؟ لا بأس أن يعرف، هو عما قليل مقتول كما قلت لك. فبدأ ابن القرية يكتب بعض الكلمات الشديدة والجافة في رسالة إلى الحجاج، طبعا من دون أن يسمي اسمه، وإنما قال من عبد الرحمن بن الأشعث إلى الحجاج ابن يوسف. الحجاج بمجرد ما قرأ الرسالة عرف أن الذي أملاها هو ابن القرية الفصيح البليغ صاحب البيان. فالحجاج أرسل رسالة ورد عليها هذه الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن الأشعث. قال له فيها يا عبد الرحمن بن الأشعث، لقد لاذ بك أحد الذين أجرموا في حقي ودخل تحت عباءتك، وعما قليل سيدرك شناعة ما فعل، يشير إلى ابن القرية. وأما الآن فأنا أريد أن أقول لك هيا إلى الفعال والقتال، أنا سأقاتلك وأنت فتحت على نفسك باب الشر. المهم أن عبد الملك بن مروان لما سمع قصة ابن الأشعث ما نمش الليل، عايز يقضي على هذه الثورة بأي طريقة. أرسل للحجاج بن يوسف 10,000 مقاتل، أرسلهم إلى خراسان وقاتلوا عبد الرحمن بن الأشعث في الأهواز، وفعلا قضوا على جند عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث في أول الأمر لاذى بملك الأتراك في ذلك الوقت، ثم أرسل الحجاج رسالة إلى ملك الأتراك وقال له هذا الرجل فر بجريرة وده خرج علينا، فإحنا عايزين عبد الرحمن بن الأشعث. فعلا ملك الأتراك أرسل عبد الرحمن بن الأشعث إلى الحجاج، وهو في طريقه إلى الحجاج فر من الناس وألقى بنفسه من فوق قصر للأتراك ومات. ده اللي هو عبد الرحمن بن الأشعث. مين وقع في الأسر؟ الراجل اللي هو مسكين اللي غرر به الحجاج وغرر به كذلك عبد الرحمن بن الأشعث. فلما وقع في الأسر وقف عند الحجاج بن يوسف. قال له الحجاج يا عدو الله، بعثتك رسولا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فتركت ما بعثت له وصرت له وزيرا ومشيرا، تصدر له الكتب وتسجع له الكلام وتدبر له الأمور. قال له يا أيها الأمير، هذا شيطان في صورة إنسان، يقصد من؟ عبد الرحمن بن الأشعث، هو الذي استنزلني إلى هذا الرأي ودفعني إليه، فاستبقني ولا تقتلني، فإن لي ذهنا حادا ولسانا فصيحا. قال والله لن أعفو عنك ولا بد أن أريق دمك. قال فاسمع مني كلمة تصير بعد ذلك مثلا. شوف هو خلاص الآن عرض على السيف والحجاج سوف يقتله. قال له اسمع مني كلمة سوف تصير بعد ذلك مثلا. طب هو عرف منين ابن القرية إن الكلمة دي ستصير مثلا بعد ذلك؟ سبحان الله، هذا أمر عجيب. فقال ابن القرية اسمع مني أيها الأمير 3 كلمات تكن بعدي مثلا. قال هاتي. قال لكل جواد كبوة ولكل حليم هفوة ولكل شجاع نبوة. فعلا 3 كلمات صارت مثلا بعد ذلك. وأصر الحجاج على قتله فغرز السيف أو الرمح في صدره وقتل ابن القرية. المشكلة أن بعد ما قتل ابن القرية الحجاج قال إيه؟ قال لله ضرك يا ابن القرية، أي أدب فقدنا بفقدك وأي كلام رصين سمعناه منك. ياه
يعني انت تقتل الناس اللي عندها علم وعندها فصاحة وعندها بيان، وبعدين تقول اي علم سمعناه منك واي فصاحة سمعناها منك واي كلام رصين اعجبنا به منك، معناها ان انت بتندم لكن ولا تساعة من دمي. فعلا صارت هذه الكلمات مثلا وكلنا بنقولها ومش عارفين مين اللي قالها، واللي قالها هو ابن القرية ايوب ابن يزيد النمري اللي كان مضرب المثل. ساعات الواحد كده يقرأ في بعض الكتب عن بعض الأذكياء أو بعض الفصحاء فيقول لك كان أفصح من ابن القرية، حتى بعض الناس ربما تتصحف الكلمة عليه فيقراها ابن القرية، لا مش ابن القرية، ابن القرية، هذا الفصيح المعروف الذي كان مضرب الأمثال. وكان دايما الشعراء ياخدوا اسم ابن القرية ويحطوه في الشعر، زي ما أبو تمام عمل الحكاية دي مع بعض الأمراء لما مدحه بأسماء بعض الذين برزوا في مجال الحلم ومجال الكرم ومجال الشجاعة، فقال له إقدام عمرو، عمرو بن معدي كرب، إقدام عمرو في سماحة حاتم، حاتم الطائي، في حلم أحنف، أحنف ابن قيس، في ذكاء إياسي. دي كلها أوصاف بيصف بها الأمير ويشبهه بأولئك الذين كانوا مضرب الأمثال. فواحد من الجماعة اللي قاعدين قال له ما زدت على أن مدحت الأمير بأقل منه؟ فقال له أبو تمام لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. النهاردة حلقتنا حلقة خفيفة اتكلمنا فيها عن رجل مشهور في الأمثال وكلامه معروف عندنا لكن ما نعرفش هو مين، ألقنا الضوء عليه ونسأل الله تعالى أن يغفر له ولسائر المسلمين، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. وأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.